الآن بدنا ناخذ نوع جديد من دوائر الترانزستور اللي هو دوائر الكوليكتر فيدباك. الآن سميت بهذا الاسم كوليكتر فيدباك لأنه مقاومة الكوليكتر رجعناها لورا. عشان نفهم ايش معنى رجعناها لورا، لو جبنا هذا المثال اخذناه قبل على سيلف بايس، بنلاحظ انه الار كوليكتر كانت هون في نقطة التفرع هاي، بعدين بيجي عندك الار كوليكتر والار بيس، لكن هون الار كوليكتر رجعت باتجاه مصدر الجهد اللي هو الفي سي سي، فعشان هيك سميناها الكوليكتر فيدباك. الآن بنلاحظ انه مصدر الجهد الفي سي سي طالع منه تيار، حيطلع منه تيار حيوصل لنقطة التفرع هاي، بعدين حيتفرع اي بيس واي كوليكتر. اذا هون التيار الاصلي اللي طالع بدنا نسميه مثلا اي كوليكتر برايم، فالاي كوليكتر برايم هو يساوي على قانون الكي سي ال يساوي اي كوليكتر زائد اي بيس، لكن بالتقريب احنا بدنا نعتبر انه الاي كوليكتر برايم هو نفسه يساوي اي كوليكتر اللي هو نفسه يساوي بالتقريب طبعا الاي ايميتر اللي هو ايش يساوي قانونهم بيتا اي بيس. الان كاي دارة عادية نقدر ناخذ لوب من هون، لو اخذنا لوب زي هيك سالب الفي سي سي زائد التيار هون اعتبرناه اي كوليكتر، اذا هو بيتا اي بيس في ار كوليكتر زائد هنا الاي بيس ضرب الار بيس زائد 7 بالعشرة او الفي بيس اميتر زائد هون ايش ايضا البيتا اي بيس في الار اميتر يساوي صفر، لانه هنا تيار الاميتر حكينا نفسه يساوي تيار الكوليكتر. الان من هاي المعادلة بنقدر نطلع الاي بيس، لو اخذنا لوب من ها من هون من هذا الطريق راح نطلع ال V كوليكتر ايميتر، ويعني بعد هيك ما راح اضل عندي اي مجهول، ممكن يطلب مني عادي يعني كأي دارة عادية ممكن يطلب مني هنا V base عادي، هاي ال V base من ال base الارض زي ما حكينا، ممكن يطلب مني ال V ايميتر، هاي ال V ايميتر باخذ لوب عادي، ممكن يطلب مني ال V كوليكتر، واخذنا وعرفنا كيف نطلع ال V كوليكتر. يعني اهم المجاهيل او يعني كبداية فقط عرفنا يعني اللي هو الفرق الاساسي انه هون في عندك الاي كوليكتر الاي كوليكتر برايم بتوزع، لكن بالتقريب اعتبرنا انه الاي كوليكتر برايم هو نفسه الاي كوليكتر، وبعدين عرفنا كيف ناخذ اللوب اي المجاهيل الاساسيه اللي راح يطلبها، وباقي المجاهيل ببساطه بنقدر نطلعها. الان لو اخذنا مثال سريع على هذا على هذا الموضوع عشان نفهم عمليا او نجرب بايدنا اللي حكيناه غاد، طب بقول لك اف الفي بيس معطيني انه الفي بيس هيو يساوي 4 فولت، شو طالب مني الفي ايميتر وطالب مني الاي كوليكتر والفي كوليكتر والفي كوليكتر ايميتر والاي بيس وطالب مني كمان البيتا. طيب خلينا نبلش بالسؤال، معطيني الفي بيس، طيب انا بعرف انه في عندي في بيس ايميتر يساوي في بيس ناقص في ايميتر. في هذا السؤال حكينا احنا في البداية لما كنا نشرح حكينا الفي بيس ايميتر هو ثابت صحيح، بيعتمد على نوع الترانزستور. اذا حكالي اذا ذكر لي انه سيليكون او ما ذكر لي في السؤال بعتبرها 7 بالعشرة، اي اما اذا ذكر لي جرمانيوم بتكون 3 بالعشرة، هنا ما ذكر لي اذا هي 7 بالعشرة تساوي الفي بيس اللي هي الاربعة ناقص الفي ايميتر. اذا ببساطة الفي ايميتر ايش تساوي؟ الفي ايميتر لو نقلنا هون على الجهة هاي بتطلع عندي ال V emitter تساوي 3.3 فولت، هاي أول مجهول طلعناه. طالب مني ال I collector، طيب الآن بما إنه طلب مني ال I collector أو هسا أنا بقدر صار معي ال V emitter صحيح؟ لو أخذت من هون اللهم صل على سيدنا محمد ال I collector هو نفسه يساوي الاي ايميتر صحيح؟ طب والاي ايميتر ايش يساوي؟ يساوي مش هون انا في عندي الفي ايميتر هي هون، انا صار معي الفي ايميتر، لو اخذت لوب سريع بقدر اطلع الاي ايميتر اللي هو نفسه الاي كوليكتر اللي هو ايش يساوي؟ الجهد الايميتر في 33 على مقاومه الايميتر 1.2 كيلو اللي تساوي 2.75 ملي امبير. طلعنا المجهول الثاني، لو طلب مني الفي كوليكتر باخذ لوب سريع من فوق سالب 18 زائد الاي كوليكتر في 2.2 كيلو زائد الفي كوليكتر يساوي صفر، اذا الفي كوليكتر يساوي 11.95 فولت. الان طلب مني الفي كوليكتر امتر، طب انا في كوليكتر امتر تساوي في كوليكتر ناقص الفي امتر، معاي في كوليكتر معاي، معاي في امتر معاي، بقدر اطلعها ببساطة. طلب مني الاي بيس،
الاي بي اس باخذ لوب سريع من هون اللي هي سالب 18 زائد الاي هون اي كوليكتر ضرب 2.2 كيلو زائد الاي بيس ضرب 330 كيلو زائد 7 بالعشرة زائد كمان هون الاي كوليكتر برضو او اي متر ضرب 1.2 كيلو. اذا من هاي المعادلة بقدر اطلع الاي بيس ببساطة، الاي بيس بيطلع عندي 24.1 مايكرو امبير. طالب مني البيتا اخر مجهول، انا بعرف انه البيتا تساوي الاي كوليكتر على الاي بيس، ومنه بيطلع معاي البيتا تساوي 114.1. الان لو عندي هذا السؤال مطلوب مني اي كوليكتر اي بيس في بيس واي 2 واي 1 وفي 1، نركز منيح بهذا السؤال، بنلاحظ انهم في تفرع زي ما احنا شايفين. اكيد هون في عندي تفرع، معطيني ان هون في اي 1 ومعطيني اي 2 ومعطيني هون اكيد الاي بيس. طبعا هذا السؤال مكتوب عنده فكره، لانه الطلاب يمكن لما تشوفوا تلاحظ ان هون في 3 تيارات بتخاف، يمكن لا يمكن لا اللي ما بمر عليه بيفكر ان السؤال صعب مثلا، لكن السؤال فكرته سهله كثير وزي باقي الاسئله. اللي هو يعني الان معطيني معلومه في كوليكتر امتر تساوي 6 فولت، ببلش من عند المعلومه اللي معطيني اياها. طيب معطيني الفي كوليكتر امتر زي ما حكينا. الان لو اخذنا لوب سريع من هون سالب 12 زائد الاي كوليكتر ضرب 2.2 كيلو زائد الفي كوليكتر امتر اللي هو معطيني اياها اللي هي 6 فولت تساوي 0، بقدر اطلع ببساطه الاي كوليكتر اللي هي تساوي 2.72 ملي امبير، وهيك طلعنا الاي كوليكتر وهو اول مطلوب عندي. معاي بيتا بقدر اطلع الاي بيس، الاي بيس ايش تساوي؟ الاي كوليكتر على البيتا ايش تساوي؟ تساوي 34.09 مايكرو امبير، وهي طلعنا الاي بيس. الان لو جينا نطلع مطلوب مني اطلع الفي بيس، انا بعرف انه عندي في بيس اميتر تساوي، او قبل هيك، الان الاميتر نلاحظ هون موصول مع الارض ما فيش مقاومات، اذا الفي اميتر تساوي صفر، في بيس اميتر تساوي في بيس ناقص في اميتر، والاميتر زيرو، اذا الفي بيس يساوي 7 بالعشرة جهده. هاي طلعنا الفي بيس. الان طالب مني اي 2 واي 1 وفي 1. طيب لو اخذنا لوب سريع من هون زي هيك بصير عندي 12 زائد الاي 2 في المية كيلو زائد 7 بالعشرة يساوي صفر. على طول هيك بقدر اطلع من هاي المعادلة اي 2 ايش يساوي؟ يساوي سالب 127 مايكرو امبير، هي طلعنا الاي 2. طيب انا بعرف من خلال هاي النود اي 1 زائد الاي 2 يساوي الاي بيس، ومنه مباشرة الاي 1 ايش يساوي؟ يساوي الاي بيس ناقص الاي 2 اللي هو طبعا ناقص الناقص، لانه اصلا اي 2 هي سالب، فبيطلع عندي الاي 1 ايش يساوي؟ بيطلع 161.09 مايكرو امبير، هي طلعنا الاي 1. الان طالب مني المطلوب الاخير هو الفي 1. لو اخذنا لوب سريع من هون حيطلع عندي سالب الفي 1 زائد الاي 2 اي 1 الاي 1 في ال 15 كيلو، اخذنا لوب زي هيك، ناقص الاي 2 في المية ناقص 12 يساوي صفر، ومنه ان الفي 1 تطلع معاي 3.116 فولت. طيب نشوف هذا المثال. find ال I emitter I base V collector V collector base و V collector emitter. طلع شكل الترانزستور شكله غريب شوي، وهذا السؤال بده يفتح علينا باب سريع نروح ندرسه ونرجع بشكل سريع، وانا اخرته بالعمدا. circuit configuration اللي هو انا في عندي 3 تصنيفات للترانزستور، في عندي الكومون بيس
والكومن ايميتر والكومن كوليكتر. الكومن ايميتر هو كل الاسئله اللي حليناها كانت كومن ايميتر، هي شكله مالوف انه. لكن الكومن بيس نفس السؤال اللي هسه بدنا نحله، هذا كومن بيس. طبعا الجزء اللي بكون بالنص زي ما تحكي هو بكون الكومن، هون الكومن ايميتر هو بالنص، هون البيس، وهو عندك الكوليكتر. تمام، الكومن كوليكتر ما بيفرقوا اشي، كلهم نفس البروسيجر، لكن يعني بس يعني ما بس مجرد تصنيفات واسماء. نفس البروسيجر، حناخذ لوبات اللي هو كيرشوف حنشتغل، فما بيفرق. الان بس حبينا نطلع على الثلاث تصنيفات عشان يعني لو اجى سؤال مثلا حكى لنا في السؤال كومن بيس ما نفكر انه شيء جديد، او كومن ايميتر او كومن كوليكتر، نفس الموضوع اللي حناخذ فيه، بس مجرد بيختلف شكل الداره، يعني بينعكس الترانزستور، بقلب الترانزستور، مره بكون زي هيك زي ما احنا اخذناه، هون مسكناه وقلبناه صار كومن بيس، مسكته وقلبته 180 درجه صار عندي هون الكومن كوليكتر، فما بيفرق شيء. الان نيجي لهذا السؤال ونيجي نحله عشان نشوف ونعرف انه هو ما بيفرق اي شيء. طالب مني الاي ايميتر والاي بيز زي ما حكينا، وفي كوليكتر بيس والفي كوليكتر ايميتر، ومعطيني هون البيتا تساوي 60. طيب كاي ترانزستور عادي انا بدي اخذ لوب، لو اخذت لوب من هون سريع اربعة، طبعا هون الاي ايميتر اتجاهه زي هيك، فانا بدي اطلع زي هيك، بده يكون ايش؟ سالب الاي ايميتر ضرب 1.2 كيلو. هون في عندي ايش؟ ناقص في بيس ايميتر، هاي البيس وهي الايميتر، فهو ناقص في بيس ايميتر يساوي صفر. طبعا في بيس ايميتر احنا عارفين انه 7 بالعشرة، فعندي المجهول الوحيد هو الاي ايميتر. اذا بشكل سريع بقدر اطلع من هاي من هذا اللوب الاي ايميتر اللي هو يساوي ايش؟ 2.75 ملي امبير. هاي طلعنا الاي ايميتر، هو اول مطلوب. لو طلب مني الاي بيس مباشرة، الاي بيس يساوي عندي البيتا طبعا، بتساوي الاي ايميتر على البيتا زائد واحد، او بيتا بس احنا هون حكيناها بالضبط، على بيتا زائد واحد تساوي ايش؟ 45.08 مايكرو امبير. الان طلعنا الاي ايميتر وطلعنا الاي بيس. طيب طالب مني في كوليكتر بيس، هاي الكوليكتر وهي البيس، اذا بدي اخذ لوب من هون. لو اخذنا لوب هاي بنسمي سالب 10 زائد الاي كوليكتر، طبعا هي اتجاهه ضرب 2.4 كيلو في كوليكتر بيس. انا هون حاطط في بيس كوليكتر، يعني البيس عنده الموجب، ما في مشكله لو اني اخذت في، لو انا لو بدي اياها في كوليكتر بيس مثلا، بدي اخلي ايش؟ هون موجب وهون سالب، فانا حاططهم في بيس كوليكتر، فخلص بصير سالب الفي بيس كوليكتر يساوي صفر. طبعا احنا بنعرف انه الفي بيس كوليكتر هو سالب الفي كوليكتر بيس، فهسه لما نطلعه رح نضربه بسالب. اذا الفي بيس كوليكتر ايش يساوي؟ هيطلع يساوي عندي سالب 3.4 فولت. المطلوب عندي مش في بيس كوليكتر، المطلوب عندي في كوليكتر بيس، اذا بضربه بسالب فبصير عندي في كوليكتر بيس يساوي 3.4 فولت. طالب مني الفي كوليكتر ايميتر، هاي كوليكتر وهي ايميتر، اذا بدي اخذ لوب بدي اخذ لوب خارجي. سالب 10 زائد الاي كوليكتر ضرب 2.4 زائد الفي كوليكتر ايميتر هو طالبها، زائد الاي ايميتر ضرب 1.2 كيلو ناقص الاربعه يساوي صفر، فبيطلع عندي الفي كوليكتر ايميتر يساوي 4.1 فولت. شفنا كيف السؤال كثير سهل، ما فرق اي شيء عن الاسئله اللي قبل، مجرد ان انا اخذت لوبات فقط لا غير، لوب زي هيك اللي هو كيرشوف يعني، وهنا كيرشوف فقط لا غير، الترانزستورات كلياتها بجميع تصنيفاتها جميع طرق الحل لها فقط هي طريقه واحده، اللي هي طريقه يعني خذ مسار وامشي فيه، اللي هو عن طريق كيرشوف يعني فقط لا غير. وهيك يعني بنكون خلصنا البي جي تي. بناكد على يعني انه هاي الفيديوهات يعني لا تغني عن المادة، فقط هي من باب انه تفهم ونوصل لك الفكرة، وان شاء الله تكون وصلت الفكرة، والله يعطيكم العافية.